Very happy to be with you again in 6 months. سعيد جدا ان انا معكم بعد 6 اشهر. كنت هنا في ابريل وان شاء الله دلوقتي في اكتوبر واحتمال يكون قبل نهاية السنة او السنة الجديدة مرة ثالثة. I hope to have to come again before the end of the year or next year ان شاء الله early next year. Since most of you, لأن أغلبكم لم تروا بدء الإغاثة الإسلامية في العراق, you have not seen the beginning of Islamic life in Iraq, I'll talk shortly about how did we start. هتحدث قليلا عن كيف بدأنا في العراق. بعد الحرب الأولى, after the First War, 1992, we were thinking seriously to come to Iraq. بعد الحرب الأولى سنة 92 كنا بنحاول جاهدين نيجي العراق, لكن كان صعب الدخول. أخذنا 4 سنين عشان نيجي بطريقة رسمية. It took us about 4 years to come officially and legally, not to come from the back door. نيجي بطريقة رسمية. وفي سنة 1996 أخذت التأشيرة من سفارة العراق في بلجيكا. 1996 we took the visa from Iraqi embassy in Belgium in Brussels, and I came here with somebody called Aftab, was a volunteer from USA. وجي وصلت العراق في إبريل في 1996 مع شاب متطوع اسمه أفتاب لتنفيذ مشروع الأضاحي في العراق. العراق كلها. In the whole of Iraq. And this was the first time to meet Brother Muhammad Makki. I did not know him. هو ده أول مرة أشوف محمد مكي. وكان لم أعرفه من قبل يعني, واتصلت به وكان بيمشي معنا لأن الوضع كان صعب جدا, على إنه هو مش شغال معنا ومش متطوع بل بيسوق لنا العربية بتاعتنا, صح مش كده؟ كان الاتفاق على إنه هو يعتبر إنه هو نفسه سواق للعربة بتاعتنا علشان الناحية الأمنية الصعبة. He was with us. I said to me, don't tell them that I'm your friend. Just tell them that I am the taxi driver or the car driver. Many people asked him. ناس كتير جدا سألوا من العراقيين, طب ايش عرفك بالراجل ده اللي جاي من بريطانيا؟ قال لهم انا بشتغل سواق يعني او بسوق العربية علشان ايه المشاكل اللي كانت حاصلة في الوقت ده. رحنا الوقفة, اسمها الوقفة ولا ايه؟ جوبل اللي هي حتة بيع بيها خرفان. جوبل الشاعر. اللي هو ال ايه؟ جوبل خلاص يا سيدي. عشان نشتري الخرفان وانت باي شيب فور عيد الأضحى. The first أول مجموعة اشتريناها ضحكوا علينا. صح؟ وضحكوا علينا وانت كنت موجود. First group we bought of sheep, they were fooled us. Then a Syrian man called Abu Haytham came and found that both of us are very naive, إن إحنا اتنين مش فاهمين في الخرفان حاجة ولا فاهمين الخروف الست من خروف الراجل, ونشتري الست على إنها راجل والراجل على إنها ست. وأنت ما تتجوز خروف ست ينفع؟ مش فاهمين دي خالص. فجي بدأ ينصحنا. We did not understand how to buy sheep. Then we start to make business with him. بدأنا نشتغل معاه وهو ساعدنا في شراء قرابة 600 خروف قبل العيد. 600 sheep before عيد. And I told Muhammad at that time, please get كبش ram. 30 of them to take photograph after we distribute. And first project was in حي الثورة. أول مشروع ده ذبح الخرفان في حي الثورة, مش كده برضك؟ قريب مش حي الثورة, عسل يسموه مدينة الصدر. مدينة الصدر بس حي كان اسمه حي الثورة ساعتها. قريب حي الشعب. حي الشعب في المسجد هناك يعني. ف و يوم وبعدين وزعنا اللحوم في أول يوم كانت في بغداد. والمدائن first day was بغداد مدائن, and second day a car went, عربية خدت اللحوم للغرب لهيت وراء وعانا وراوة,
وانا طلعت على الموصل وسامراء في الوقت ده, and I went to موصل and سامراء, and on the third day of عيد, وفي اليوم الثالث للعيد عديت بقى للجنوب, رحت كربلاء والنجف والكوفة والبصرة, وهناك تعرفنا على قضية اللي هو سرطانات الدم للأطفال. And on the third day I went to the south to Karbala, Najaf, Kufa and Basra, and in the children hospital we realized there's a big problem about leukemia affecting children because of the uranium depleted weapons that have been thrown into Iraq at that time. We came back on that trip, then we wanted to do something for Iraq. وحبينا نعمل حاجة أكبر للعراق في الوقت ده. عملنا مشروع اللي هو مشروع شراء أدوية لعلاج السرطانات الأطفال في مدينة صدام في الوقت ده. هو المشروع ده كلفنا حوالي 600 أو 700 ألف دولار. About 600-700,000 دولار to buy medicine and injection and needles for treatment of cancer leukemia children in Saddam Medical City at that time. Even we bought, واشترينا كمان محاليل كيميائية لكل المستشفيات في العراق من الجنوب للشمال, راحت لحوالي كل المحافظات. ده هكذا بدأنا. This is how we started in Iraq. This is how بدأنا في العراق. من 96 ل 2002 كان كل الشغل بتاعنا بموافقات من الحكومة, ما كانش في مكتب رسمي, بك يعني كان موافقات من الحكومة نحن نيجي نوزع أشياء ونرجع. من from 1996 about 2002 that actually the work was actually done was a permission from the foreign office as security to come and do some work in Iraq, mainly humanitarian work. سنة 2002 we started to think seriously about opening an office, and we send Mustafa Osman, Khalid Mualad, 2002. Khalid Mualad came before Khalid Masri. First mission was Khalid Mualad, who stayed here for Khalid Mualad, yeah, because at the time of Khalid Mualad came with you. Okay. خليفة. خالد خليفة. ده في 2003. في 2002. أكتوبر نوفمبر 2002. It was to make needs assessment was مصطفى عثمان and خالد المولد. 2003 we opened an office in فندق فلسطين. فندق فلسطين. إيش كده؟ المكتب. آه. لا كان في فندق في كرادة اللي من عنده. كان فندق فلسطين. فندق فلسطين في ال, وكان في المكتب هناك كان في خالد خليفة. خالد خليفة ده هو مسؤول UNHCR في الرياض دلوقتي, ومعه مصطفى عثمان صعب محصل اللي هو الحرب الأخيرة بتاعت العراق. At that time we have the office in one of the hotels in 2003 and خالد خليفة مصطفى عثمان and others were in the office. After that, the three workers from Islamic Leaf were taken into Abu Ghraib jail. ثلاثة من الشباب بتوع الإغاثة الإسلامية أخذوا في سجن أبو غريب. مصطفى عثمان وخالد خليفة وعبد الإله معهم قعدوا حوالي ثلاث أسابيع, وكان ممكن يقتلوهم هناك في التعذيب إلى آخره. والحمد لله خرجوا كلهم ورجعوا لأولادهم. After that, they actually were released and they were sent back. So after 2003, we started to think seriously about having a full office in Baghdad and in different places. وبعد 2003 بدأنا نفكر حقيقة إننا إزاي نتعامل مع الوضع في العراق. إلى دي بس البداية بتاعت شغلنا في العراق. هي كانت بداية بسيطة جدا, لكن وصلتنا إلى ما نحن عليه الآن. ممكن يكون في تفاصيل أكتر, لكن هكذا بدأنا بداية بسيطة جدا. يعني ايه نكون احنا عمال إغاثة؟ What does it mean to become humanitarian worker? هذا يعني انك لابد ان يكون
عندك رسالة تحاول تحققها من خلال الخدمات التي تقدمها للذين تخدمهم. This means that you have to have a message and a mission to help the people you are serving or you are claiming that you are serving. You can't just be a humanitarian worker without having a message or a mission. No way. لا 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 تدعي أنك عامل في الحقل الإنساني إن لم يكن عندك رسالة. رسالة تؤمن بها ومهمة تنجزها. A message that you believe in it and a mission to accomplish. خلاص؟ دي قاعدة. Those people who do not have a mission and a message, out. They are not suitable for humanitarian work or social work. الذين لا سيوجد عندهم رسالة أو مهمة في العمل الإنساني لا نحتاجهم. مع ألف سلامة. ليه؟ تسعهم المؤسسات التجارية. لأن العمل الإنساني مش وظيفة. Because humanitarian and social work is not just a job. It's a full-time mission. عمل الإنساني هو أكتر من دوام كامل لمهمة تريد أن تنجزها من أجل الآخرين. It's more than a full-time job and a mission for a mission that you'd like to accomplish to help and save others. Clear? لما بدأنا الإغاثة الإسلامية كانش فيه مرتبات، كانش فيه مكتب، كانش فيه تليفون، كانش فيه ديسك، كانش فيه كمبيوتر، كانش فيه أسماء ضخمة، كانش فيه ميزانية، كانش فيه استراتيجية، كانش فيه أي حاجة. When we started 33 years ago there was no office, no telephone, no fax, no telex, no budget, no desks, no salaries, nothing. Nothing. But it started as a mission. لكنها بدأت كمهمة. وما زالت هي مهمة. لذلك نمت من بذرة صغيرة بعشرين قرش. That's why it grew from a small seed of 20 pence to what you have nowadays. إلى ما ترونه الآن. والعمل الإنساني بعمومياته سواء كان يتقدمه المسلمين أو غير المسلمين هو ذلك العمل الذي يؤدي هذه المهمة. والعمل and the humanitarian work and social work is that work that accomplished this mission to serve humanity and serve people. فأنا عندي كلام كتير. I have a lot of things to say, but when I say a lot of things, you won't understand it because I don't understand what I'm talking about. Do you understand what I'm talking about? Yes, of course. يا عم صلي على النبي. طيب. So, this is number one. Who is the master of Islamic Relief? Every single person who is working with Islamic Relief. So that's one. Anybody else? What do you mean by the one we are serving? The one you are serving. That's number one. Those people that we saw in Al-Kisnazan. مخيم الكسنزان في بغداد ونادي حيفا في بغداد ومخيم النازحين في خازر ومخيم اللاجئين السوريين اللي احنا شفناه امبارح كوشتابا. Those are the people who should dictate to us what to do, how to do, according to their needs. You have to prioritize. لابد أن نحدد أولويات عملنا بناء على ما يحتاج هؤلاء.
اللي هم أصحاب المال. We have to prioritize our work according to the needs of the people who pay our salaries. It's not Yusuf who pays the salary, Miss Yusuf اللي بيبعت اللي بيدفع المرتب, ولا الدونر المتبرع أو المتطوع أو الكذا اللي في بريطانيا ولا في أمريكا. أبدا المال مال الفقير. The money is the money of those people who are living in a tent, who lost their dignity and everything. المال مال هؤلاء الناس الذين فقدوا كرامتهم, وبعد أن كانت لهم بيوت ومستقبل ومدارس ومدن وقرى وممتلكات أصبحوا يعيشوا خيم. فالمال مال مين؟ مال هذا. فلا بد أن نستشعر المسؤولية. That's why we have to feel the weight, the heavy weight of responsibility on our shoulders when we serve the people who feed us, the people who pay our salaries. Now, هنا الناس اللي بيدفعوا لنا مرتباتنا وبيطعمونا بفضل الله سبحانه وتعالى. مرجعياتنا ومحاسبياتنا لكذا جهة. أولا لله سبحانه وتعالى, وعلى accountable to الله سبحانه وتعالى number one. Number two, accountable to those people that we serve, وأن احنا نحاسب أمام هؤلاء الذين هم مكلفين بدفع مرتباتنا, هم الأيتام والأرامل والمسكين اللي هم هؤلاء. وعلى accountable also to those poor people, then after that to the public and to the government, وبعد كده للحكومات والمؤسسات وكذا. المال مال الله. The fund is Allah's grant. اتفقنا؟ اتفقنا؟ Okay, accept. When I say this, you said yes. Okay, I understand Arabic, but I cannot speak. Okay, اتفقنا. المال مال الله. والمال العام خطير. And the public fund is extremely dangerous. Why? Because if we can slip it, we can go to hellfire without anything. العمل في المال العام من الخطورة بمكان, فإنه يدخل الجنة أو يدخل النار. لا ثالث. Dealing with public fund has two ways, either heaven or hell, nothing else. المحاسبة على المال العام, accountability to the public fund is personal, شخصية, then institutional from the organization, then من المؤسسة نفسها, then from the government, من الحكومة, then from the public, من الناس, then from Allah of course, and the poor people. الحساب على المال العام خطير, خطير خطير خطير. حتى مال الحكومة يعتبر مال عام. Even government fund is a public fund. You have to be very careful because this is the tax money for the poor, the sick, and the elderly in the country. مال عام العمل فيه خطير جدا. وارجعوا لفقه سيدنا عمر. The public fund is very dangerous. Go back to the fiqh of Umar ibn Khattab. How did he use to spend the public fund? Especially when he was taking his salary. خاصة لما كان بياخذ الراتب بتاعه وبدأ يختزل ثمن الفطيرة اللي عملتها له امرأته اللي وفرتها من حساب المال العام. When she saved some money, his wife, he told her, where you get the money from? He said, I saved it. She said, okay, we don't need it. And he reduced his salary. تاخدوا ال 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 الدرس من عمر أيضا رضي الله عنه في عام المجاعة أو الرمادة. In the famine year, year of famine, he was eating only hard bread, salt, and oil.
فده المال العام. بالنسبة للإنفاق, this is a public fund. If we would like to talk about expending expenditure, خلاص. أما والله نسيت أنا كنت حقول إيه. أنا كنت حقول إيه حسنية. Okay. This accountability. I'll remember later on. Huh? نعم. It's gone with the wind. Okay. ده بالنسبة للمال العام. المال العام خطير 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 خطير. أنتم, انتقل لموضوع آخر اللي هو نمينا في بغداد ونمينا في أربيل النمو خطير. لا يغرنكم ها حجم الأموال. Don't be distracted by the money you received from donors or from government. قد يكون هذا هو المدمر للمؤسسة. This could be the killer. Why? لماذا؟ لماذا؟ لأن احنا كنا نعتمد على المال أكثر ما نعتمد على مصداقيتنا وشفافيتنا ها ومهنيتنا في إنفاق هذا المال. Okay, because we might rely on the amount of money, not on our quality of work, our intention, our credibility, and our expenditure when we spend this money on unnecessary expenditure. الوقت في العمل الإنساني, the time factor in humanitarian and social work have no limit. Have no limit. Even if you have a job description for 30 or 40 hours a week. العمل الإنساني والعمل الاجتماعي وقته ليس له حدود. حتى ولو كان الوصف الوظيفي بتاعنا لعدد من الساعات أسبوعين. لماذا؟ Why? Because I'm standing like a rock. لأنني أقف كالصخر لأمنع المصائب التي تصيب هؤلاء المساكين من النازحين واللاجئين والفقراء. Because like, why? Because I stand like a rock to prevent disaster affecting those vulnerable people, displaced, refugees, poor, sick and elderly. If I claim that, I have to give more. ولو كنت أنا أدعي هذا لابد أن أعطي أكثر وأكثر وأكثر وأكثر, لأن سماء الجنة ليس لها حدود وسعة الجنة فوق التخيل العقلي. Because the ceiling of heaven has no limit and the dimension of heaven has no limit, and if you want to live in the limitless and imaginable heaven, you have to give. We have to give more than we take. لأن سماء الجنة وسعة الجنة ليس لها حدود, ومن أراد أن يعيش في جنة سماوتها غير معروفة, حدودها غير متخيلة, فلا بد أن يعطي أكثر مما يأخذ, خاصة إن كنا نتحدث عن المال العام. Especially if we talk about the public fund and the charitable, زكاة, صدقات في سبيل الله, الغارمين, الفقراء والمساكين والعاملين إلى آخره. Yes, at the time of emergency, في وقت الحاجة, don't tell me. في وقت الحاجة لا تقل لي كلمة واحدة. ها؟ إن أنا سأذهب لأن وقت العمل انتهى. I'm going home or going somewhere else because now it's 4 o'clock or 5 o'clock. While people are coming out in thousands, في الوقت اللي بيخرج فيه الآلاف من النازحين واللاجئين والمشردين.
في الأوقات الأخرى ممكن نطبق نظام اللي احنا بنتكلم عنه، لكن في وقت الحاجة لا يمكن تعتبر نفسك كعامل إنساني أو اجتماعي إذا قدمت أولوياتك على أولوية من تدعي أنك تخدمه. At the time of need, don't put the time limit. The thousands of people coming out for you to receive them. I still remembering when the people were coming from Halab, Aleppo, to Turkey, people went outside Turkey to receive them inside Syria. For days, they were there. For weeks, they were there. الناس اللي خرجوا من حلب في آخر من كام شهر خرجوا لعمال الإغاثة دخلوا سوريا عشان يستقبلوهم في منطق أو في مكان في منتهى الخطورة قبل أن يصلوا إلى المخيمات. هذا هو العمل الإنساني. I have some more time to carry on. Up to you. Alright. أنا هتكلم كده بسرعة على خصائص شخصية العامل الإنساني. What is the characteristics of each one of us? Is it clear? أول حاجة الإيمان. First is to believe in what you are doing. If you don't believe it, in it, إن لم تؤمن بهذا العمل فاذهب واعمل عمل آخر. Go and do some other job. تاني حاجة الأمانة. To being trustworthy. Like the Prophet صلى الله عليه وسلم. كان اسمه إيه؟ اسمه الأمين. الصادق الأمين. دي خصائص شخصية. اللي احنا عايزين نجدها في كل واحد فينا. وأنتم هتكونوا أحسن مما يتحدث إليكم. أننا نعمل كتيم. To work as a effective team. Not individually. ما الإنسان في عمل الاجتماعي والإنساني ما اشتغلش لوحده. Even if he was the best, he does not work alone. Even if she or he is the best, you have to learn to work as a team. As a team. We talked about prioritization of the public interest to my own interest. تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. صبر. Patience. صبر وتصبر واستباب. مين يعرف ترجمها دي بقى؟ جماعة بتوع القحة بتوع اللغة العربية. بما انك انت عربي للنخاع. انخع. انا مو عربي والله. لا انت عربي للركب. هم عرب للنخاع. الصبر والتصبر والاستباب. يعني تصبر على الصبر. You become patient on the patience itself. Story about something affected me personally. Two stories. قصتين. القصة الأولى. The first story. كان لفتاة أو طفلة عندها 4 سنوات. For a young girl at the age of 4, she was raped. اغتصبت من احد الجنود الصرب في الحرب في البوسنة. This young girl, child, was raped by a four, by at the age of 4, by a Serb soldier during the war in Bosnia. This was a killer. This was a killer for me. Okay. The second story was in Baghdad, which broke my neck and cut my throat. في بغداد في 96 كانت القصة الثانية. واحنا بننفذ مشروع الأضاحي في المسجد في حي اسمه ايه بقى؟ حي الشعبي.
كنت نايم في المظلة بتاعت المسجد. I was sleeping under the shade and I found ولقيت امرأة تمشي وهي حذرة. She is walking slowly looking right and left. This in the afternoon about 3-4 o'clock in the afternoon. الساعة 3 أو 4 بعد ما ذبحنا الخرفان. كانت تبحث عن أي قطعة لحم لكي تذهب بها لأبنائها يوم العيد. She was looking for any piece of meat to go to her children on the day of Eid. فوجدت معلاء مصارين فشريتها من الأرض وحطيتها في الكيس وبصت يمين وشمال واستخبت ومشيت. And she picked up the intestine from the ground and put in a bag and she went home to cook something for the children on the day of Eid. And these two stories are difficult to forget and difficult to swallow. القصتين دول صعب ان الانسان يبتلعهم ويستوعبهم وصعب ان الانسان ينساهم. ليه؟ لان العراق المجيد اطعم العالم. وانا فاكر اول لقاء لي مع مديرة المستشفى في مدينة صدام الطبية في نفس الوقت ده، كنت بعتذر لها على ان انا جاي اقدم معونة للشعب العراقي. When I met the doctor, the medical doctor in charge of the hospital in Saddam City, medical city, I was apologizing to the doctor that I was giving a handout for the Iraqi people. It is a shame. تعتبر يعني عار علينا أن نصل بالعراق إلى ما وصل إليه من 20 سنة. It is a shame on us to let Iraq to have reached what it has 20 years ago. So are the two stories. Any more stories? No, on the same story. How was your react for the second story? I didn't show her my face. يعني لما رأيت المرأة اللي كانت شالت المصارين من الأرض استخبيت منها. يعني كنت أنا نايم في المظلة فاستخبيت وكنت حاسس بالجرح اللي هي بتعينه بتعيشه والجرح اللي أنا بعيشه. I was feeling the pain of the woman who just wanted to cook something for her children on Eid day and I could not be able to face her. ما قدرتش إن أنا أواجهها لأن أنا كنت ضعيف أضعف منها بكثير. I couldn't be able to show her my face because she was stronger than myself. عشان كده بكلمك الآن وأنا أشعر بالسكين يقطع رقبتي في هذا المنظر. That's why I'm talking to you now, still feeling the agony and the pain of the knife cutting my throat. By seeing the woman picking up the intestine covered by sand and dust, everything. Because just she wanted to cook something for her children on Eid. But it's not any children. It is the Iraqi children, 1996. فلذلك لابد. That's why we as a material worker and social worker we have to feel the agony of the people. نشعر بآلام الناس ومعاناة الناس فنفرح لفرحهم ونتألم لألمهم ونحاول أن نرسم البسمة على وجوههم لنحقق أحلامهم. As humanitarian worker and social worker, we have to feel the agony. To be happy if they smile. To feel the pain if they cry. And live their dreams and try to make their dream reality. Inshallah. And this is our role. Our role. لذلك
عامل العمل الإنساني لابد أن يكون له دور في الحياة. That's why the humanitarian worker has to have a role to play in his life or her life. Role, دور. ما هو دوري مع المجتمع؟ What's my role with my society? حتى المواطن مهما كان تعليمه أو خبرته أو خبرتها وتعلمها لابد أن يصبح له أو يصبح لها دور. Even the citizen of the country, no matter of the level of education, knowledge and literacy, each one of us as a citizen has to have a role to build our own country, to preserve our culture and value. نبني أوطاننا، نحمي قيمنا وعقيدتنا وثقافتنا، ونربي الأجيال and to bring the new generation on the foundation of the legacy of our fathers and reality of our society and the better future for humanity. على أمجاد الآباء وواقع الحال وما نسمو إلى تحقيقه ها من أجل الإنسانية في العالم. ثلاثية. Tripartite. Not only talk about the history. لا نتكلم فقط عن التاريخ. أعظم ما في تاريخ منطقة هنا صلاح الدين ومن معه صح؟ لكن في علماء وفي مفكرين وفي وفي وفي، ولو نزل لبغداد حنلاقي فيه زخم في التاريخ، ولو رحنا الموصل حنلاقي فيه زخم في التاريخ، ولو رحنا الكوفة حنلاقي فيه زخم في التاريخ، ولو رحنا بصر حنلاقي فيه زخم في التاريخ، ولو رحنا الأنبار حنلاقي فيه زخم في التاريخ. لكن ما نعيش على التاريخ فقط، نتعلم من التاريخ عشان نصلح المواقع واقعنا ونصنع مستقبلنا. If we talk about our history only, no good. Because the one of the best shining star of the history here of this area is صلاح الدين رحمة الله عليه. But there's great scholars in Mosul, in Baghdad, in Kufa, and Basra, and Najaf, and Basra, and Anbar. All those scientists and scholars made history. We learn from what they made to live our reality so we can build the future of generations to come to save humanity. ثلاثية. تاريخ، حاضر، مستقبل. Tripartite. History, reality of the present time and dream for the future. Three to go one by one. كلمت كتير يا انت اسمك حسنية؟ يلا يلا انت اسمك ايه النهارده انت؟ دايما بس اسمك انت. بيشو يا بيشو يا بيشو. يلا يا شباب. One more question. عينيا. While you are explaining the whole trade things, it comes to my mind that can we consider the professionalism within the humanitarian sectors? I mean, every individual worker must he or she be a professionalist, consider as a professionalism in her or his group okay. or not? Definitely. Professionalism is one of the principles, mm-hmm. okay, which is needed. But the added value on top of professionalism is the morality of the individual. الحرفية المهنية مهمة، لكن الأخلاق والقيم تكمل الحرفية. في الكرة مثلا أو مش عارف في إيه تاني، مش هتكلم عن الكرة عشان هخش في السياسة. لأن لو ذكرت أسماء معينة هتخش فيها. في ناس أنتوا بتحبوهم في الكرة، كان سمعت واحد اسمه أبو تريكة. سمعين أبو تريكة؟ الناس بتحبه ليه؟ Why people love this player? Or sometimes when people love Cristiano Ronaldo more than loving Messi. Okay.
أبو تريكة أخلاقه زائد حرفيته. في ناس أخرى عندها حرفية وما عندهاش أخلاق. فالأخلاق هي اللي بتخليك تعيش مع الناس لأجيال. Your manner and your moral values and your morality let you to live with generations to come. Thousands of people are professional but with bad manner. People hate them. People don't like them. That's why Prophet صلى الله عليه وسلم لذلك رسول صلى الله عليه وسلم سمي بأخلاقه بالصدق والأمانة. ها سمي ما سميش بأنه تاجر. الأمانة. واختير في التجارة لأنه أمين. والسيدة بكتو لأنها أمينة. خدت بالك؟ وهكذا. That's why we want professionalism. Yes, no way. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قالك إذا عمل عملكم أحدا ها فليتقنه. تكنولوجي قبل الجندر بتاعكم. ما انتوا كلكم مش جندرين انتوا. قال ايه فليتقنه. الاتقان شيء ها والامانه شيء تاني. وده لما جت زوجة سيدنا موسى professionalism is one thing and value and morality is another thing. That's why when the lady, the daughter of the نبي شعيب عليه السلام شافت سيدنا موسى, she saw Musa was very handsome Egyptian. All the Egyptians are handsome. Thank you. Thank you. قولي thank you. قولي لي حاجة أنا بقى فرحيني. مفيش فايدة دي. عراقية ما تعرفش تكلم كلام. هتلاقي واحدة مصرية تعمل لي حاجة. فقالت لأبوها إيه؟ What she said to her father. Employ him, my father. He is القوي الأمين. He is strong, not in muscles. يعني he knows the professionalism. And the الأمين and the trustworthy. The morality and the professionalism has to go hand in hand together. Okay? Thank you very much. يعني وانت بتربوا الأجيال, when you are training and mentoring youngsters, morality will be seen to the youngsters in your manner. اوكي. لذلك سمعت انا من احد الشيوخ, I heard from one of the sheikhs who came to England in the 80s, he said my son, قال يا بنية, لما الشيخ ده جيب بريطانيا يدينا محاضرة, اذا تبوأت مقعدك على المسرح للكلام, if you stand on the stage and speak to people, اعلم ان الناس تسمعك باعينها. Know that people are listening to you by their eyes. The way you speak, the way you get dressed, the way you behave, not only by their ears. فلذلك ان اردت ان تربوا شباب داخل الاغاثه, if you want to train and mentor youngsters inside your organization here in Iraq, your manner and behavior goes first. ولو كنت فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم وشاورهم في الأمر. ها ها مش كده برضك ولا لا؟ وإذا عزمت فتوكل على الله. ها واستغفر لهم وإذا عزمت فتوكل على الله. يعني with the mercy of Allah you became lenient to them, and if you were rude hard they will leave you alone. Not because you are a king or you are a president or a manager or director, you have to exercise your power in a very rude manner. Then Allah asked them to forgive them and ask istighfar for them, and then you make a decision, go ahead. الرحمة هي التي توضع في قلبك من الله سبحانه وتعالى. Yes, brothers and sisters. Another question, another story.
انا هقول لكم حدوته ولا لا؟ اسالوا انتوا احسن، اسالوا انتوا احسن. يا يو اسك، ما فيش حدوته بقى، ما انا قاعد بقول حواديت من امبارح، لان عايز هم يسالوا. هتفضلوا يا شباب، شباب والشبات تفضل. Yeah, I'm sorry guys, but it is related to the design of the project. Do you think that, for instance, if we as IRW have designed a project, could be possible that the project designed for a certain group of people in a certain area and applicable in somewhere else for somewhere for some other groups? I mean, for each area. يعني تصميم المشاريع يعني ما should not be، ما لا تكون يعني قياس لكل شيء، يعني one size fits all. يعني في بعض تصميم المشاريع، في some designing of the projects in Yemen could be good، لأن اليمن الثقافة بتاعتها كده والمجتمع تركيبته قبلية إلى آخره. You can, because of the culture, because of the composition of the society, the context. لكن إن أردنا أن نأخذ هذا المشروع لمكان آخر فلا بد أن نضعه في الكونتكست الآخر. And but if want to take this Yemen project to another country, we have to look at the mechanics of the social fabric of the country that we are trying to implement the Yemen project into it. You cannot just do it one size fits all. ما تستطيعش انك تجيب مشروع 100% زي ما هو. يعني مثلا في ناس ما بتحبش تاكل المعيز، في ناس بتحب تاكل الجمال، ناس بتحب تاكل الخرفان الى اخره. فيعني قد تكون المعيز ارخص حاجه عندك لكن الناس مش هتاكلها. People sometimes does not like eating goat, they eat camel or they eat sheep. But the goat is the cheapest. Economically, it's good for you. But people are not going to eat it. So redesigning. Yeah, according to the needs. According to the culture. لذلك من أول يوم لابد تسأل الناس هم عايزين إيه. Participation. Yeah. محمد. ممكن قريب إلى السؤال أنه تتغير المشاريع لكن كإغاثة إسلامية هل تتغير قيمها؟ أخلاق تتغير الأماكن القيم ما لهاش دعوة بالمشاريع. قيم ثابتة، قيم ثابتة، والأخلاقيات ثابتة. يعني مثلا أنا هشتغل في منطقة فمش هعمل I'm going to work in a place which is do I'm not going to do the AA. فهمتي؟ You understand what I'm saying? يعني AA. يعني what's lawful for you? ما هو حلال وحرام لك هو حلال وحرام عليك في كل مجتمع تعمل فيه مهما كانت أخلاقياته. What's حلال and حرام for you is حلال and حرام for you in every society regardless of their values. لابد أن يروا منك أحسن ما عندك من أخلاق وقيم. They have to see the best of your manner, values and behavior. Regardless of their manner and value and behavior. تفضل. دكتور في كونتكست زي العرب وغيرهم من الدول اللي فيها نزاعات مسلحة، حضرتك تشوف ازاي العمل الإنساني نقدر نقوم بدورنا في توصيل الخدمه الانسانيه في نفس الوقت كمان في البيس بيلدينج وان احنا كونفليكت ريزولوشن وكل الامور دي في نفس الوقت نكون محافظين على فكره الامبارشياليتي والنيوتراليتي يعني في المناطق النزاع المسلح ان ذا كونفليكت زونز لابد تكون علاقتك مع الجميع متساويه. عشان كده انا قلت في الاول there's no agenda. In this conflict zone, your relationship with everybody should be equal, on equal footage. That's why you don't have any political stand. كنش عندك موقف سياسي. حتى لو كنت انت شخصيا عندك رأي في الموضوع، رأيك ليك انت لوحدك، مش للجمعية.
Even if this is your own personal opinion, should not be represented as the opinion of the organization. ده اللي احنا ما زلنا كجمعيات عربية وإسلامية ضعاف جدا فيه. This is what we still as Arab and Muslim organizations are very weak on this kind of emotional reaction in a conflict zone. لما احنا رحنا في 2002 فسنة 2002 وحبينا نشتغل في جنوب السودان. كان في حرب ما بين الشمال والجنوب. There was a war between the south and north of Sudan. فذهبنا لوزير الخارجية في حكومة الخرطوم. وقلنا له احنا هنشتغل في الجنوب. فرحب. قال اخواننا اشتغلوا معاه. We went to the foreign office minister of Sudan in Khartoum and telling him that we're going to work in the south. And there was a war between the north and the south. And he said, yes, welcome. Go there. They are our brothers. وبعد كده هو ذهبنا لنيفاشا عشان نعمل نيجوشيشن مساورات مع حكومة جنوب السودان من الجيش الشعبي فرحبوا. Then we went to Nivasha in Kenya to tell them to give us a permission that this is the rebel groups at that time. So they welcome us. So the north knew and the south knew. This kind of information flow اللي هو اعطاء المعلومة او التفاهم مع هؤلاء الناس يخليك انت بتستطيع انك تكون على الحيادية قدر الامكان. ده نمرة. This kind of consultation or informing the parties concerned make you more acceptable by everybody. المثل الثاني انا كنت عايز اقوله نسيته برضك يعني جنوب السودان الشيشنيا الشيشان كان في حرب ما بين المسلمين في الشيشان والحكومه الفدراليه. There was a war between the federal government which is not Muslim mainly orthodox and the Muslim rebels in Chechnya. وحافظنا على حياديتنا بأننا كنا دائما نخبر الحكومة المحلية بما نريد أن نفعله. We kept our neutrality because all the time we're informing the local government about what we are doing. The local government from governors to security to intelligence in these conflict zones. وكان أحسن برنامج لينا فين بتوع الجندر. أحسن برنامج لينا the best program for Islamic Leaf ever at that time was in Chechnya by somebody called Natasha. كانت ناتاشا هي مديرة المشاريع في الشيشان وكانت امرأة كألف رجل. Natasha was the project manager of Islamic Leaf Chechnya and she was equivalent to 1,000 men. Going to Grozny نظران every day. تروح من نظران لجروزني من جروزني لنظران كل يوم. هم لما حسوا ان في شفافية وفي حيادية ما زال الى الان مكتب الاغاثة الاسلامية شغال منذ عام 1996-97 يعني 20 سنة في الشيشان. شفت بقى؟ Up till now the office of Islamic Leaf Chechnya in Russia is still working since 1996-97. يعني كمان دكتور خير نقول ان الاكسبتنس بمعنى اختيار الاستاف كمان طبعا اكيد يعني الناس اللي هم يستطيعوا ان يفهموا الرساله بتاعتك ويحققوها. دكتور مثل ما قال الاخوات وضع العراق يمكن الى استثنائيه خاصه هذا لا الاغاثه الاسلاميه ولا اي منظمات اخرى استطاعت ان تعمل الان في المناطق المتنازع يعني صار فيها نزاع مع جهات داعش وغيره لانه ما ممكن ان تتقبل لك اي حكومه ان تشتغل معاهم وبالعكس. نعم. هو in the situation of Iraq regarding the conflict zone especially في كان في مناطق في الموصل and in الانبار
because it's not clear yet at the moment. You might need to have a local partner. ممكنك تختار شريك محلي. Huh? Because to be very honest, نكون صرحاء, أي حكومة في العالم بتتوجس من المؤسسات الدولية اللي دخل على أرضها, سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية. Any government on earth become a little bit scared of the foreign organization who are actually working on the land. في بنغلاديش لغاية دلوقتي عاملين مشاكل للمؤسسات الإسلامية علشان يشتغلوا في كوكس بازار, وفي 700,000 نازح أنه لاجئ. إنه كان بنغلاديش, the local government is still making life difficult for the Muslim charities, in spite of the fact that there was 700,000 refugees في كوكس بازار من الروهينجا. وخبراتك. فأنت بالتالي, if you want to overcome this, لو أنت عايز تتخطى هذه العقبة في المناطق دي, تختار لك شريك محلي في المرحلة دي بالذات, إلى أن تهدأ الأمور وتستطيع أنك تعمل أنت داخل هذه المناطق. You have to find a local partner till the situation becomes settled and you can go there. في أمر تاني كمان ممكن تعمله قبل الكونفليكت. There's another duty or responsibility on you before the conflict happen. إيه اللي أنت تقدر تعمله قبل الكونفليكت؟ إن أنت إيه علاقتك مع الحكومة المحلية قبل الكونفليكت ما يحصل. What's your relationship with the local government before the conflict? وده اللي كتير جدا من المؤسسات العربية الإسلامية ضعيفة فيه, إنها بتبني العلاقة ما بينها وبين الحكومات. قبلك لانها بتعتقد ان بتخاف تروح له, بتخاف له, هو اللي بتاع الحكومه ده هو اللي هيمضي لك على الورق عشان تمشي. ايه مدى 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 معرفتهم انت مين قبل ما يحصل في كونفليكت عشان يديك التصريح تشتغل ساعه الكونفليكت؟ يعني قبل الكونفليكت واثناء الكونفليكت وبعد الكونفليكت. يبقى بيفور كونفليكت يو هاف تو بيلد يور ريليشن شيب, اوكي, تو هيلب يو تو ورك دورينج ذا كونفليكت. But if you did not build the relationship before the conflict, you have to find a local partner to help you. فضلوا رجالة. انتوا تعبتوا على وقت. قالوا لكم انتوا تعبتوا. حسكوا انه خلاص تعبتوا وقاعدين مريحين. انا جاهز. فضلوا. تفضل. سؤال دكتور, انت حضرتك طبيب. ايوه. انت ليه اختاريت انه تترك الطب تتجه الى العمل الانساني؟ طبيب عيون وافهم في العين وافهم كمان في رموش العين. انا هلحق حقنا في عينيا بعد كده. لا ما مش هتودينا في داهيه انت دلوقتي. انا ما اخترتش. سيدا ما ميديكال دكتور, why did I choose to leave medicine? هذا كان قدر الله. This was Allah's decision. أنا جيت, I came to Birmingham يعني to do my medicine, and during that time the famine in Africa happened. يعني في الوقت ده أنا بشتغل في المستشفى في برمنغهام, حصل المجاعة في أفريقيا, فحبينا نعمل أي شيء. تدرجنا في العمل, كبر العمل من 84 ل 95. We gradually looked after the little seed of Islamic Relief, and by 1994-95 I resigned medicine. So the organization needed somebody to look after it. وسنة 94-95 استقلت من الطب بعد ما خدت الدكتوراه عشان يبقى ايه شغال وعندي 2 دال. دكتور بالك. تعالى بقى انت مديني بتاع ده. انا كنت بقطع الجسم. جسمك انت زي الفل, من احجام بتاعتك للاحجام اللي قد كده. باثولوجي
وكنت متمتع بان انا I was enjoying my work. يعني every morning I used to do two bodies. في الصباحية كده جميل اخد لي جثتين كده على الصبح. ما شاء الله. ما شاء الله. وساعات في الويك اند اسلي نفسي واخد لي كمان جثة. واخد بالك؟ فكنت متمتع بكل ما حولي من الجثث. شفت بقى حمادة؟ فهي جت كده نظرة فابتسامة فسلام فكلام فلقاء فكذا فكذا فتربتيتا دخلة وعروسة وكل سنة وانت طيب. فالإغاثة مشت معايا كده، بصيت لها بصيت لي، ضحكت لها ضحكت لي، غمزت لها غمزت لي، شنكلتني اتجوزتها. الانجليش الانجليش ما سبتهاش. مين قالك ان انا سبتها؟ see, talking about how did the material work trapped me. It was like you look at still Victoria. يعني انت اتجهت إلها كان فيها شغف وحب ولا فقط؟ ما هي بقول لك جت كده، بقول لك جت كده، بصيت لي بصيت لها، ضحكت لي ضحكت لها، غمزت لي غمزت لها، ادتني مقص. ها؟ لا ما تركتهاش، دي لازقة جوه. بس انا بعمل لها حاجه تانية بقى. هو بيتكلم على جمعيه، انا بتكلم على العمل. He's talking about an organization. I'm talking about the sector. The sector I did not do, I did not leave it. No, I'm not saying that. I did not leave the sector. مركز بتاع حضرتك طبيب ودكتوراه، كيف تنازل وراح على موضوع ممكن ما يستفاد منه ماديا وفقط يمكن المعنوي؟ يعني هذا البالانس اللي صار عندك، كيف تركت هذا المجال اللي ما تتمناه ورحت في اتجاه اخر بعيد؟ How did I leave my prestige and look at something else? Yeah. ده التربية في البيت. My mother was always telling me don't mix with the rich people. ما تختلطش بالناس الأغنياء. دي number one. Number two، اللي يبص لفوق يا ابني رقبته توجعه. When you look up for people have resources that you don't have, you have a neck ache and headache. دي number two. Number three، كانت بتقول لي دايما خالة الفقراء. Always be with the poor people. That's when I was young kid. And في بيتنا كان بيت العيلة. Our house was the house of the family. اللي عايز يتجوز يتطلق عنده مشكلة كذا كذا. ف like a civil society culture not organization. يعني بيتنا كان بيت اللي هو اللي ناس بتخش يعني some boy getting married, divorced, some need some money. So this is how they have been brought up, because my mother was actually looking at this side in the whole family. So they come and stay in the house for actually help. Not actually we help them from our flow of money because we don't have money, but actually coming to this upbringing. So with the upbringing, مع النشأة دي, كان حلم الوالدة, my mother's dream was to have a son who was a doctor. ده الحلم بتاعها. خلاص؟ My mother's dream was to have a son who was a doctor. خلاص؟ And I told her, mother, this is a certificate and this is doctor of the doctorship. ودي اخترت الدكتور. يعني الدكتور بقى دكتور. ونزلت لها في 92 وديت لها الشهادة. خلاص؟ قالت لي خلاص انطلق اعمل اللي انت عايزه. فكبرت الموضوع بعد كده. يعني this access actually it becomes more and more afterwards. And when you look at your children and your relative and your house and the atmosphere around the children when they are young at young age and you are teaching your children from young age the right thing. وانت اطفالك طفلك وهو صغير بتعلميه الاشياء البسيطه اللي بتفضل عنده فبتخلي الخيار ده مش صعب. لأن شاف الغنى وشاف الفقر، شاف العلو وشاف الناس العادية اللي بتخش،
شاف كل المشاكل دي كلها، فأصبح القرار أسهل عليك فيما بعد. ها؟ فداك from the family يعني مع أطفالك وأحفادك تعلمهم الحاجات دي هم صغيرين. بلك فدا أعتقد والله أعلم. This is how it was not difficult for me. الأمر الثاني which is very important. الأمر الثاني بقى إيه اللي هو اللي زي كنت. يسرية عارفة يسرية؟ مش عارفة يسرية؟ مين دي؟ مين دي؟ ها؟ مش عارفة يسرية؟ ده أنا عزمتك على الفرح. وأنت كنت لسه في مراتي يسرية. هي الجزء الثاني بقى. اللي ساعدتك على ان تعمل القرار ده. يعني your wife is the main helper in letting you to take such a decision. يعني شوف لو انت تتجوز الاخت الصح اللي بتضحي في المكان الصحيح فين التانية بتاعت الشاهين وانت برضك منهم. ها؟ ها؟ هي اللي بتساعدك على تاخد القرار الصعب. لأنها لو لم تستطع أن تتحمل المشقة هتخلي حياتك ضنك. Because if she cannot take the responsibility and take the burden of hardship, she will make life hell. So في الأول كانت الوالدة رحمة الله عليها، والتانية تسلمت منها الراية زوجتي غفر الله لها. لدرجة لما كنت أنا بختلف مع عيسية ساعات قدام الوالدة وحاول ان انا يعني ابقى السيد كده، هات الجزمه اللي في رجلك. لا ما تخافش، كانت تمسك لي الشبشب كده والدتي الله يرحمها تقول لي هتسكت ولا هديك بالشبشب على ايه؟ دفاعا عن ايه؟ عن يسري. فكنت انا بخاف من الشبشب. When I used to have a dispute with my wife in front of my mother, she used to get the slipper and tell me keep quiet or I'll hit you. This is the mother which she need to marry. Like you. Okay? And شهيد معاكم كمان. انتوا متجوزات انتوا مش كده؟ الناس هي خلاص يا يوسف. ايه رأيك؟ لا انت اللي تقول. اكيد you can break. والله you can break. الحمد لله. عايز اقول حاجة؟ طب خلاص. After this we can go back to my question. You didn't answer me. What was the first question? You are a founder of Islamic Relief. Why did you leave Islamic Relief? I know you stay. خلاص. I will answer this very quickly. After you can do. No. خلاص. Because this is to seal it. It was the right decision to be done. You know why? Because sometimes the founder, يعني هذا كان الرأي اللي هو الـ 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 القرار الصح، لأن متلازمة المؤسس خطيرة. The founder syndrome is very dangerous. Can strangle the organization. ممكن متلازمة المؤسس ده تخنق المؤسسة. لماذا؟ لأنه بيعتقد أو أنا أعتقد أن هي أكتر واحدة حريصة على المؤسسة. لا ما تعملش كذا، لا ما تروحش كذا، صح؟ Because the founder syndrome is very, because the founder always the time is stopping people and making them shaking. علشان الناس تكبر والمؤسسة تكبر يبقى الفاوندر لازم يمشي كده ويليف المساحة للناس عشان تكبر فيها. For the organization to grow and the people in the organization to grow, become manager and directors, he has or she has to leave the space for those people to grow. This was the decision which has been taken. ولذلك, after I left, since I left, Islamic Relief did not go down. It went up. It's emotionally a little bit difficult, isn't it? It doesn't matter. You are working for the society, not for the organization. أنت بتعمل من أجل المجتمع، ليس فقط من أجل الجمعية. الجمعية جزء من المجتمع وليس المجتمع كله. You're working for the society, not for the organization, and the organization is a part of the society, not the society, or not the organization is the society. المشكلة دلوقتي اللي حصل عندنا في العمل الإسلامي، ساعات الجماعات الإسلامية والأحزاب تعتقد إن هي
الوطن. The problem now, what we see in political parties or Islamic group, they think that they are the people. They are the country. They are not. They are a part of the society, a part of the country. فلابد نخلي الإغاثة الإسلامية تبقى جزء من المجتمع اللي احنا خدمناها. هيجي ناس أحسن مننا بمئة مرة يخدموها. Why didn't I use my medical experience and the professional to in the field of humanitarian? السؤال ده جميل، لكن علينا بناء المؤسسات يا أخت سجى أصعب من تقديم خدمة علاجية. بمعنى الخدمة العلاجية يمكن يقدمها أي حد، لكن الصبر على بناء المؤسسة مش بيقدمها كل حد. فلابد ان بعض الناس اللي كانوا في المجال ده ينتقلوا لمجال البناء علشان يكون قدامهم شيء واضح المعالم فيبني من بعده. لان العمل الانساني في الدول العربية الاسلامية ما كانش مؤسس على هيكلية مؤسسية، كان شيء فردي انفعالي اكتر من هو مؤسسي حاليا. فلما ده حدث احنا حولنا العمل الانفعالي الفردي ده الى عمل مؤسسي. فالواحد لقى يعني لقينا انفسنا ان اكتر نفعا في بناء مؤسسة تستطيع من خلالها تقدم كذا خدمة. واضحة؟ يعني نيجي نبص للسؤال المهم بتاع الاخت ده. This is the last question. Is why didn't I use my medical expertise in humanitarian work? I said, at that time, all our humanitarian work was in, on ad hoc, not planned. And we have to start structuring and building a proper organization to enable engineers, scientists, humanitarian workers, developing workers, medical doctors to work into it and to build institutions. That's why the decision came is the priority of building an organization is more important than the priority of becoming a good doctor. Because we have got millions of doctors. Okay, better than myself. يعني you want me to make the Islamic relief as a medical relief. Islamic relief when it started, المؤسسة الإسلامية لما بدأت ما كانش هي مؤسسات دولية من العالم العربي والإسلامي، إلا يمكن لجنة المسلمين أفريقيا كانت قائمة على الدعوة. في مؤسسة في السعودية كان اسمها الهيئة للرئاسة الإسلامية العالمية برضك كانت يعني بدأت الشغل بتاعها أيام الدكتور الله يرحمه فريد قرشي تقبل الله فسيح جناته، في منظمة الدعوة الإسلامية. كان المنحة بتاعهم قوي جدا من ناحية الايه الدعوية والإسلامية. لجنة قطر لكفل اليتيم كان برضك الكفالة للأيتام فقط. في أشياء تانية العمل الدولي ما كناش احنا ناجحين فيه. هتلاقي لجنة الإسلام أفريقيا على أفريقيا، الهيئة كانت مدعومة من 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 رابطة العالم الإسلامي على مستوى بعض المؤسسات الدينية إلى آخره وهكذا. إحنا نشأنا في الغرب. I said very few organizations were working on the international level. That's why we wanted what do you call it? No. All inclusive organization. Not a specialized like Medicine Sans Frontier or like Save the Children or others in a special, because we would like to have this umbrella that can respond to disasters everywhere and anywhere and to develop itself. Okay? And alhamdulillah, we succeeded. I'm not regretting it. Wallahi, حتى يسرية اللي انت مرتشتك ده تحضر الفرح بتاعها برضك مش زعلانة، فرحانة. وقالت لي لما تقابل سجى قول لها بس ليه ما جيتيش الفرح بتاعنا يا ساجة؟ ها؟
لا هي كمان ما كانتش اتولدت لسه. ها فلذلك الامر ده هو جزء منه قدر الله. This was a part of what Allah has planned. And when Allah planned, He knew your ability. أنا طول عمري كنت طالب فاشل. I was always a not a good student. يعني كنت بنجح بالعافية. هطلع بقى في طب وعمل لي فيها أبو مش عارف رجلي مسلوخة ولا إيه. I'm always used to give pass maximum good. يعني يا جيد يا مقبول أو بالدور الثاني ملحق بتقوله كده. بعد خليني أطلع عالم. يعني لا ما ينفعش اللي زينا ما ينفعش بعالم. انا مسمي نفسي دلوقتي I call myself nowadays as مسحراتي. بس سايبوي يا رجالة جي منين سايبوي الاخ سايبوي منين بقى من فارس جي علمنا العربية يا خيبتنا اللي احنا فيها يا وكسة سودة يا ستات مش ساعات حسني حابب كتاع سعاد حسن يعني خلاص تقول احمد شوقي يعني شوف 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 قواعد اللغه العربيه the principles of the Arabic language came from a non-Arab but he became the pioneer pioneer so التصبر والاستبار patience no hidden agenda لا يوجد لنا اجنده هنا وأجندة هنا وأجندة هنا وأجندة هنا. أبدا أبدا no way of a different agendas سواء كان political أو whatever you call it neutrality and impartiality is the success of the story neither to those group or to that group في السودان in Sudan okay اللي هو الحيادية وعدم الانحياز لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء في السودان كنا بنشتغل في الجنوب السودان so in South Sudan with everyone في البوسنة بعد سربنيتسا in Bosnia after Srebrenica in first project أول مشروع عملناه في سربنيتسا كان للسرب وللمسلمين في الصين in China 2002 after the flooding بعد الفيضانات بتاعت 2002 بنينا البيوت للبوذيين في منطقة شيان العاصمة القديمة in Xi'an the old city لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء no agenda ومنشن قلنا قبل كده أن النازح والفقير واللاجئ هم أصحاب الفضل علينا the displaced the refugee the poor and the sick having the upper hand on us عندهم اليد العليا علينا لا نضع ابدا قل لي ابدا كده قول ابدا 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 لا دي خفيفه دي انخع انت يلا نخع كده من عندك ابدا ابدا ادي نخع كده نخع عراقيه ها ابدا التفخيم العراقي ده ها لا يوجد حاجز بيننا وبين الفقير don't ever put any barrier between you and the poor people okay we talked about how much we give more of thoughts effort time and money we give more of our thoughts idea our effort نعطي كثير من الوقت والفكر والجهد والمال لهذا العمل تكلمنا عنكم أصحاب رسالة وأصحاب مهمة you are people of message and mission الشراكة قاعدة أساسية فقهية في العمل الاجتماعي والعمل الإنساني partnership is a rule In social jurisprudence اللي هو الفقه المجتمعي أساسية is a principle الآن لا يستعن أحدنا أن يعمل وحده كمؤسسة Now no one organization can do it alone No one organization can do it alone الشراكة المعلومة
التي في جمعيتنا هي متاحة للجميع. The knowledge that we have should be public knowledge to educate the other people and build partnership. المعلومة ليست ملك خاص لأن المال الذي تصرفه ليس مال خاص. The knowledge and the information that you have is not your own personal knowledge, not your organization, not your organization knowledge alone, it's public knowledge. Communication networking is essential. التواصل والتشبيك مهمة جدا. مهمة جدا. Connection is protection. التواصل والتشبيك مهم لحماية المؤسسة. Research is essential. البحث والأبحاث مهم جدا 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 في عدم إهدار المال. If you do the research, you spend less and you waste less money. فلابد أن يكون عملنا قائم على بحث. All what we do should be based on research. بناء القدرات, capacity building. There's this training by Yusuf was knowing one another. بناء القدرات مهم جدا. نتدرج في البناء ونتواصل في البناء ونتكامل في البناء. Actually gradually build our resources, build our human resources. وأهم قدرات نبنيها هي قدرات البشرية. The most important resource that we develop and we build is human resources. لذلك لابد أن يكون في ميزانيتنا جزء لبناء القدرات. We have to put in our budget some part on the budget of capacity building and training and empowerment. تمكين المجتمعي. يعني ايه تمكين مجتمعي؟ التمكين المجتمعي معناه ان نمكن المجتمع من ان يصبح قادرا على الانتاج وليس مستجديا. It means that we change the society from being and depending on the handout into independence and being able to become productive and to own the initiatives and to own the project. تملك المشروع وتملك التصميم. حتى even when we design the project, واحنا بنصمم المشروع, even when we make the needs assessment, هي دراسة الحاجة, أن نشرك هؤلاء معنا من الخطوة الأولى. To let the people who are in the camps to help us and listen to their opinion from day one, from the first hour. يكونوا معنا من الخطوة الأولى. وعملنا هذا ونجحنا في صعدة. In Saada, in Yemen, 2006, كان النازحين في المخيمات هم اللي بيديروا المخيم. اللي احنا كنا مشكلين, كان في حاجة 20,000. The displaced people in Saada, in Yemen, in 2006, were from amongst them, people were managing the camp. We give them the ability to build the capacity to manage the camp. أعطناهم الفرصة يبنوا قدرتهم واستطيعوا, لأن فيهم شخصيات متعلمة عندها خبرات أكتر مننا. They have people who are highly educated and more educated than us. This we saw in Bosnia. هذا ما شاهدناه في قضية البوسنة في 92. 1992. Professors, doctors, teachers, أساتذة في الجامعة, مدرسين, أطباء, مفكرين, thinkers, writers, we were treating them as come this way, come this way, and he's more qualified than myself. No. في كل مخيم, لا أبدا. في كل مخيم من هم أقدر مننا على العمل. كل حتة. العراق وفي سوريا وفي كل المناطق دي كلها.
بس احنا اكتشفناها من 25 سنة. We discovered this 25 years ago. And next week will be the 25th anniversary of Islamic Relief in Bosnia. وبعد أسبوع هيكون احتفال ب 25 سنة لغاسة في البوسنيا. وبعد أسبوعين وثلاث أسابيع في باكستان. وكان في بنغلاديش. عشان تعرفوا. أعرف أنت اسمك إيه؟ شاهين. شاهين يعني طائر أنت مش كده؟ It's a bird. ها؟ آه طبعا صقر. أنت صقر أنت؟ بتعدي؟ ها؟ ف 25 سنة 26 سنة 25-26 years in Bangladesh, 25-26 years in Sudan, 25 years in Pakistan and Bosnia, Albania as well, 25 years. Okay. Even the microfinance company, الشركة الإغاثة الإسلامية في كوسوفو, the microfinance company of Islamic Relief in Kosovo, 15 years. Development, تنمية, a process of moving the community behind your aim and objective. مسيرة, منظومة, تحرك المجتمع خلف فكرتك الرائدة. في أماكن مختلفة. باكستان, بوسنة, ألبانيا, السودان, إلى آخره, إلى آخره, إلى آخره. ترانسبارنسي محدش يكح فيها. هتكح يا حكمة, هتكح يا حمادة. انت اسمك ايه؟ السجا. هتكح يا سجا؟ لا. هتكح انت؟ دونت كف. هتكح انت؟ ممكن. لا ما تكحش. الشفافية, ترانسبارنسي has no discussion about not being transparent. No way. You put it behind the door. شفافية. القيم. ما هي قيمنا؟ What's our values? No. This, you know what value mean? أنا أعرف. القيمة هي ما نحققه. ليس ما نقرأه. The value is what we implement, not what we read. What we share with others in our behavior, not what we put in a presentation. القيمة هي أدائنا المجتمعي الأخلاقي مع الآخرين. كان خلقه القرآن. His manner was Quranic, Prophet صلى الله عليه وسلم. أو كان قرآنا يمشي على الأرض. He was a walking Quran. هذه هي القيمة. الصادق لأنه صادق, الأمين لأنه أمين, الرحيم لأنه رحيم. الصادق because he is صادق, أمين because he is أمين, رحيم because he is رحيم, ها؟ غفور because he is غفور. يعني إيه؟ سون. أعطيكم بق كده. اديني بق. مش عارف انت بق يعني ايه؟ لا والله انا عارف بق اللي هو ما بين الشفتين اسمه بق. عايز يبوس ده؟ لا روح بص في البيت انت. ادور لك حتى لي بوسه. فسميت مدينة تمبوكتو, the city of Timbuktu in Mali was called Timbuktu. لماذا؟ Why they called her Timbuktu? The city of Timbuktu, the capital of culture and civilization in West Africa. كانت هناك سيدة اسمها بوكتو. يا بتاعت الجندر انت, جابلنا جندر النهاردة. جندر احنا سبقناه من 1400 سنة يا معلم. اسمك ايه انت؟ ايه؟ سيناريوم. يعني ايه سيناريوم ده؟ سيناريا كمان. ايه انت ورده وانت طائر وايه عورونا بعد كده وانت سجا يلا وانت اسمعكم انتوا كمان. انا رنا. انت معلش انا ايه مجده طيب. طب بترك مجده. مجدات.
طيب، وانت ساره، عرفنا اسمك ساره انت من زمان. فتعرفوا الست بوكتو دي، the woman called بوكتو، كانت امينه، وكانت القبائل والتجار يضعوا امانتهم عندها. She was a very trustworthy woman, black woman from the area. And everybody was putting their money with her. الكلمة تم يعني مكان. بوكتو اللي هي السيدة بوكتو، مكان السيدة بوكتو أو مكان السيدة الأمينة. خلد التاريخ. The history record the legacy of بوكتو. اللي هي في مكانها انشئت ثقافه حضاره من اعظم الحضارات في غرب افريقيا، ويست افريكا، اللي هي بنسموها المخطوطات. مخطوطات، كل المخطوطات اللي بتسرق دلوقتي وتتباع في كل دول الغرب خارجه من مالي. كان ده قبل الجندر بكام سنه؟ قالت تعلمنا جندر دلوقتي. الله، تعلمنا جندر دلوقتي كمان. وانت يا ست سرعة تعلمنا جندر دلوقتي، ما احنا مجندرين من زمان. ها، كل حتة عندنا جندر، احنا جيب دلوقتي تعلمنا جندر. We have the gender 1400 years ago من نساء العراق اللي كانوا بيعلموا الرجالة في المساجد. Success goes to whom? As I mentioned earlier, Allah. لأنه هو اللي عارف الحتة اللي جوه دي، شايفها من جوه هنا. Because he knows this piece. إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. This chewing in the body of the man and the woman is the key issue of success. If it becomes clean, clear, submitted to the Creator, the whole body will follow and become clean and clear. So the Creator will give you the success. وإذا فسدت، فسد الجسد. And if it becomes bad, corrupt, the whole body will become corrupt. Number one is God. Number two is the poor people. أعتقد أننا خدت وقت كفاية. كفاية مش كده؟ ها؟ لا أنا عشان بس وقت. خلاص كده. يبقى بعد الغداء، after lunch. Lunch will be now or at no. Just a break of 10 minutes for. Yeah, you can just if it's possible. 10 minutes, then we will come back. Then at 1 o'clock, I think we will have the lunch. What time is it now? It's 12. 12. Okay. Let me tell you something. I'm talking about the second session after lunch. It's you to put your thoughts and idea about what you want to do for Islamic Relief Iraq. الدور حيكون عليكم انتوا رجالة بقى. انا اتكلمت وخلصت. تتحطوا افكاركم وحنكتبها هنا، وحنخليكم كل واحد يتعلق من عرقوبه. And each one of you will be hanged from the ankle of his leg. وانا كنت بعمل الدكتوراه، كنت بحقن الاطفال من عرقوبهم هنا في الحتة دي. When I was doing my doctor of medicine, I was injecting the babies, not the fetuses, from the tail end. كلهم كانوا ميتين. They were all dead. I did 400 of them. عملت 400. ربع مية. أثناء التطبيق للعمل. ولا بدأت. ولا ما عمل دكتوراه. الدكتوراه بتاعتي كان على 400 جثة. يعني طبقت على 400 جثة. طبعا. السلام. قد كده. فبعد الظهر، حتى لو اتقابلنا الساعة 12، بعد الظهر يا رجالة انتوا اللي هتتكلموا. تكلموا بالانجليزي، بالفرنساوي، بالاردو،
بالهندي بالكردي بالفارسي activities 2 or 3 or 4 no problem after lunch we'll take the idea the great idea from them okay now جزاكم الله خير والسلام وخلي بالكم ده نص المحاضره النص الثاني لسه هنا بس ممكن نخليه المره الجايه